نوجد الرسمة باستخدام الماتلاب. باستخدام الماتلاب نضع الـ transfer function g حيساوي transfer function، البسط كان عندنا 2 قسمة اس تربيع معاملها 1 زائد 2 اس معاملها 2 زائد 5 الكونستنت. نقفل الفانكشن، تطلع عندنا هذه الترانسفير فانكشن. طيب الآن نوجد إذا كان عندنا ستيب انبوت لهذه الفانكشن، حنحط ستيب جي وجريد، حتطلع هذه هي الريسبونس لهذا السيستم، عبارة عن over damped response. وراح نتعرف على أنواع الدامبينج: over damped, under damped and critical damped. هذا عبارة عن over damped، وكما تلاحظون أن السيستم وصل لستيدي ستيت تقريبا عند حوالي 4 seconds تقريبا. طيب حتى نتأكد من أن الرسمة هذه صحيحة، إن ما أخطأنا في حل المعادلة، نستخدم السيميولينك. طيب كيفية استخدام السيميولينك الظاهر في الشاشة؟ السيميولينك هو عبارة عن نفسه الانالوج سيميوليشن اللي حلناه قبل قليل، هذا هو الانالوج سيميوليشن فقط بإضافة عنصرين. حنضيف هنا حاجة اسمها سكوب، نحطها على الاوتبوت حتى تظهر لنا الاوتبوت على شكل رسمة، ونحط هنا في الـ RFT هنا step input فقط. طيب كيفية حل باستخدام السيميلينك؟ نروح continuous، نحط integrator to integrator 1 2، ونضع كذلك sync اللي هو scope للأوتبوت، نضع كذلك الماثيماتيكال اوبريشنز حتى نضع الجينز، نحتاج تقريبا 2 gain 3 gains. نحتاج السمر او السامينج بوينت، نحتاج السورس، احنا نحتاج هنا ستيب انبوت هو المطلوب منا الان ستيب انبوت. طيب كيف هي توصيل المعادلة؟ نضع كنترول نوصل بقية البلوكس، كنترول ار تو روتيت،
تغيير السم احنا نحتاج ماينس ماينس، يعني عندنا اول ماينس ثاني ماينس. طيب الان نحط البارامترز، احنا هنا قلنا 2 مضروبة في واي داش، هنا محتاجين 5 مضروبة في الواي، هنا عندنا الواي داش، هنا عندنا الواي، هنا عندنا الواي دبل داش، الجين هنا عندنا 2. نغير الستيب، فستيب تايم نحط 0، initial value 0، final value 1 volt. start simulation و بالتالي ظهر عندنا نفس السكرين هنا في الشاشة، نفس اللي ظهر في الماتلاب.